كيف ما كيعرف الجميع وكيعرف المغرب واحد الوباء خطير اللي من طبيعه الحال كيشكل خطوره على المغاربه كاملين بدون استثناء. احنا كمهنيين اولا بدينا بهذه المبادره ديال تعقيم السيارات لان كيشكل خطوره لا على المهني ولا على المجتمع المدني. الناس اللي كيركبوا في سياره الاجره طبيعي اننا ناخذوا هذه المبادره ونديروا التعقيم ديال السيارات. هذه كبدايه، ان شاء الله غادي ندوزوا للمرحله الثانيه. وكنتمنى انه هذه المبادره ماشي كافيه، خص يشارك فيها المجتمع المدني ككل، ومن طبيعه الحال خاص توعيه، خاص مشاركه فعليه ديال واحد المجموعه ديال المؤسسات بما فيها سواء وزاره النقل او وزاره الصحه او وزاره الداخليه، لان هذا قطاع بدايه من ناحيه المشكل ديال الوباء. حنا كنحاولوا نعقموا في السيارات ونعطي واحد التوعيه للمهني ولا للمجتمع المدني اللي الناس اللي كياخذوا الطاكسي، ولكن خاص مشاركه فعليه ديال واحد المجموعه ديال المجتمع المدني وديال المؤسسات. وشوف قرار، باش نكون واضحين، هو قرار مجحف، لان ما يمكنش ما نراعيوش لواحد المجموعه ديال الامور ونقولوا للسياره الطاكسي بتي طاكسي هز واحد والكرون طاكسي هز ثلاثه. هذا مشكل، لان غادي يخلق مشكل، لان كاين ثلاثه ديال الاسر اللي كيعيشوا من ديك السياره، كاين الشيفور، كاين الكاري وكاين المكتري. ما يمكنش الشيفور بوحدو يتحمل هذه المسؤوليه، خاص جميع الفاعلين، جميع المؤسسات. هذا مشكل، لان خاص فيه مراعاه. ما يمكنش مول الطاكسي خاصو يدي معاه مصروف ديالو، ما يمكنش بوحدو يضحي من هذه الناحيه. من طبيعه الحال خاص تدخل ديال المؤسسات، خاص دعم، خاص مشاركه سواء الكاري والمكتري، خاص مول لاغريمو يدخل، خاص حتى هو يشارك، خاص لاسيرونس تشارك، خاص الضريبه تشارك حتى هي، لان ما يمكنش انا بوحدي كمهني نادي ضريبه ديال واحد الوباء، ما يمكنش.